باقي طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي، بجدد التحية مع حضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. ليلة امتحان الدراسات في المرحلة الإعدادية، نشوف النهاردة عايزين نراجع سريعا التاريخ. تاريخ كبير جدا، هراجع فيه ايه ولا ايه ولا ايه؟ واحدة واحدة ونقط الأهمية. أول سؤال عندنا بالنسبة لنا بيتكلم على القضية الفلسطينية، يقول لك بما تفسر لفلسطين أهمية كبيرة في قلب كل عربي. إجابات سهلة جدا، واحد ولد فيها السيد المسيح، اثنين أسرى إليها الرسول صلى الله عليه، ثلاثة بها المسجد الأقصى، أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين. ده سؤال بسيط جدا. فلسطين كان لها أهمية أثناء الحرب العالمية الأولى. وقعت بريطانيا فلسطين في ذهنها أثناء الحرب العالمية الإيه؟ الأولى. أصدرت بريطانيا إلى اليهود حاجة اسمه وعد بيلفور، وعد من لا يملك لمن لا يستحق. الوعد ده اللي هو بيقول فيه إقامة وطن قومي لليهود فين؟ في فلسطين. تمام جدا. بعد ما حرب والكلام ده وعملنا الحرب العالمية الأولى، بدأنا نعمل مؤتمر اسمه مؤتمر سان ريمو. المؤتمر كان في إيطاليا عام 1920. المؤتمر أعطى الحق لبريطانيا وضع الانتداب البريطاني على فلسطين. مظبوط. بعد كده بقت بريطانيا تعمل تنفيذ وعد بيلفور عن طريق حاجتين. ايه اجراءات تنفيذ وعد بيلفور يا مستر؟ واحد، السماح لهجره اعداد كبيره من اليهود من شتى دول العالم الى فلسطين. اثنين، حريه انتقال الاراضي من عرب فلسطين الى اليهود عن طريق الشراء. العرب مش هيسكتوا، العرب وقاموا في الاجراءات ديت لقوا عدد اليهود كتر، قاموا بالعديد من الثورات انتفاضات. طبعا الحاج امين الحسيني اتشايت من عليك، بس اللي اقول لك قامت ثوره 1936 في فلسطين بقياده اكتب اللجنه العربيه، بقياده اللجنه الايه؟ العربيه. بعدها الموضوع زاد اكتر، فعرضت بريطانيا القضيه الفلسطينيه على هيئه الامم المتحده عام 1947. الهيئه طلعت قرار بتقسيم فلسطين سنه 1947 الى ثلاث اجزاء، دولة عربية، دولة يهودية، تدوير القدس. يعني ايه تدوير القدس؟ وضع القدس والاماكن المقدسة تحت ادارة دولية. هنا اليهود وافقوا، العرب رفضوا، بريطانيا امتنعت عن التصويت وقررت الانسحاب من فلسطين يوم 14 مايو 1948. وقامت اليهود يوم 15 مايو 48 باعلان دوله اسرائيل، وقاموا بالعديد من المذابح زي مذبحه دير ياسين. وطبعا لما اعلنوا قيام دوله اسرائيل يوم 15 مايو 1948 اعترفت بها كل من الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي سابقا. العرب مش هيسكتوا، هنعمل حرب اسمها حرب فلسطين عام 1948. الحرب ليه؟ انقاذ العرب من بطش اليهود، اقامه حكومه وطنيه للشعب الفلسطيني. دي الحرب اسبابها. بدايه الحرب انتصارات للجيوش العربيه، قدمت الولايات المتحده الامريكيه لمجلس الامن اقتراح لعقد هدنه لمده شهر على اساس الطرفين ما يجيبوش حاجه. طبعا لم يلتزم اليهود بالكلام ده، جابوا اسلحه. بعد الشهر ما عدى واستأنفت القتال، انتصرت القوات الاسرائيليه على القوات العربيه في حرب فلسطين 48. ونتائج حرب فلسطين 48 النتائج بتاعتها، احتلت اسرائيل فلسطين كلها ما عدا قطاع غزه بقوات مصريه، الضفه الغربيه نهر الاردن بقوات اردنيه، وتقسمت القدس ما بين العرب وما بين اليهود. بعد كده ننتقل الى ثوره 1952. هنا في مصر بقى يا جماعه قامت ثوره اسمها ثوره 23 يوليو 1952. قامت ليها مستر ست اسباب. اول سبب عندي استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر. اجي هنا سؤال بيجي كتير، قول لي ايه؟ لم تعطي معاهده 1936 الاستقلال الحقيقي لمصر. ليه؟ بسبب محاصره الدبابات البريطانيه قصر عابدين لاجبار الملك فاروق على تعيين حبيب الشياطين. هيقولوا مين؟ مصطفى النحاس رئيس الوزراء، تعيينه رئيس الوزراء. تاني حاجة، هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين. ليه اتهزمنا في حرب فلسطين؟ عدم استعداد العرب للحرب، مساندة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لإسرائيل. تالت حاجة، فساد النظام الملكي تشار الرشاوي. أربعة، عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة، الصراع بين الأحزاب. خمسة، تدهور الأحوال الاقتصادية. معاهدة 1936 أرهقت الاقتصاد المصري وعانى الشعب من الفقر والجهل والكلام ده. ستة، سوء الأحوال الاجتماعية
بسبب انتشار ظاهرة الإقطاع وسوء توزيع الثروات توزيعا عادلا. دول الـ6 أسباب لقيام ثورة 1952. تعال نشوف الثورة وعرفنا بقى التنظيم، مين تنظيم الضباط الأحرار اللي أسس تنظيم الضباط الأحرار؟ جمال عبد الناصر. الإذاعة البديلة أول الثورة محمد أنور السادات من دار الإذاعة المصرية الساعة 7:30 صباحا يوم 23 يوليو باسم اللواء محمد نجيب. ما النتائج المترتبة على إذاعة البيان الأول للثورة؟ سيطر اللواء محمد نجيب على قطاعات الجيش. إيه أهداف الثورة؟ 6 أهداف، 3 قضاء، 3 إقامة، القضاء، القضاء على الاستعمار وأعوانه، وتم عن طريق اتفاقية الجلاء، القضاء على الإقطاع، وتم عن طريق قانون إصلاح الزراعة الأول، القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال، وتم عن طريق تمثيل الشركات والبنوك، إقامة جيش قوي، إقامة عدالة اجتماعية، إقامة حياة ديمقراطية سليمة. الملك فاروق لما أمر ضده بالثورة وافق على مطالب الثورة. إيه مطالب الثورة؟ أن يغادر الملك فاروق القاهرة أو مصر أو مغادرة البلاد قبل الساعة 6 من مساء يوم 26 يوليو. أن يتنازل عن العرش لابنه الأزهر أحمد فؤاد الثاني. وافق الراجل. ليه يا ملك يا فاروق وافقت قبل الموعد المحدد؟ وافق الملك فاروق على مغادرة البلاد قبل الموعد المحدد، ليه؟ لأنه أدرك أن الجيش والشعب يقران حكمه، كما أن الإنجليز تخلوا عنه. مشي الملك فاروق، عرفنا الأهداف إيه بتاعتنا، تعال نشوف الإنجازات. الإنجازات السياسية تواريخها مهمة جدا. الإنجازات السياسية، أول حاجة في الإنجازات السياسية اللي عندي بالنسبة لي، في ديسمبر 1952 تم إلغاء دستور 23. يناير 53 حل الأحزاب السياسية. يونيو 53 إلغاء الملكية إعلان الجمهورية، وتم تعيين اللواء محمد نجيب أول رئيس جمهورية مصر العربية. أكتوبر 54 تم توقيع اتفاقية الجلاء بين مصر وإنجلترا، مصر وبريطانيا، خلالها خروج آخر جندي بريطاني من مصر بعد 20 شهر، فعلا مشوا في يونيو 56. ففي شهر يونيو مصر بتحتفل بعيدين، العيد الأول إلغاء الملكية إعلان الجمهورية، العيد الثاني وهو عيد الجلاء، مش رحيل اخر جندي بريطاني من مصر. سادس حاجه، تم تامين قناه السويس في يوليو 1956 تحت اداره مصريه. ديت انجازات سياسيه. انجازات الاقتصاديه، زراعه صناعه تجاره، الزراعه عندنا انشاء السد العالي، حمل مصر مخاطر الفيضان، الصناعه انشاء مصنع حديد وصلب في حلوان، الاسمده في اسوان. طبعا الاسمده دي مهمه عشان الانتاج الزراعي. التجارة، تمثيل الشركات والبنوك. بعد كده عندنا الإنجازات الاجتماعية، قانون إصلاح الزراعة الأول ده اجتماعي اللي هو حدد فيه ملكية الأراضي الزراعية. تاني حاجة بالنسبة إلى قانون إصلاح الزراعة الأول، كمان تحديد ساعات العمل ومنح المرأة حق الترشح لمجلس الأمة، ده برضو إنجازات اجتماعية. إنجازات اجتماعية. انجازات المجال العربي والدولي، كلام بسيط جدا وبسيط. مساندة مصر ثورات التحرر الوطني في الجزائر وتونس والمغرب، كل الكلام ده كله. وعندك كمان ايادت وما زالت تؤيد الشعب الفلسطيني. وكمان عند صفقه الاسلحه، احتكار سلاح العالمي، عند صفقه الاسلحه الشرقيه عام 1955. وتجلد مصر في المجال الدولي في مؤتمر باندونج في اندونيسيا، في حركه عدم الانحياز او الحياد الايجابي عام 1955 اللي كان في اندونيسيا، اللي انضم ليها الهند واوزلافيا سابقا. ده كلها من انجازات الثوره في المجال العربي والدولي. خش بعد كده على العدوان الثلاثي. بما تفسر مجيء عدوان الثلاثي على مصر؟ ليه مجيء عدوان الثلاثي؟ 1، عقد حكومه ثوره 23 يوليو، صفقه الاسلحه الشرقيه. 2، مسانده مصر الثوره الجزائريه ضد الاحتلال الفرنسي. 3، تامين مصر قناه السويس مما اضر بالمصالح الاقتصاديه والتجاريه للدول الكبرى خاصه انجلترا. احداث العنوان، جاءت القوات الانجليزيه والفرنسيه احتلت بورسعيد دون مقاومه، لكنها فشلت في احتلال الاسماعيليه بسبب بساله وشجاعه الجيش والشعب. 2، توغلت القوات، طبعا انسحبت القوات المصريه على الحدود ما بينها وبين اسرائيل، توغلت اسرائيل لقطاع غزه وسيناء. بعد كده نقطه مهمه جدا، فشل العنوان بسبب بساله الجيش والشعب، فشل العنوان الثلاثي تهديد الاتحاد السوفيتي. وقال هخش بالعدوان، هخش بالقوه فض العدوان. ثالث نقطه، رفض الولايات المتحده الامريكيه استخدام القوه في فض المنازعات، تنديد الامم المتحده بالعدوان.
نتائج فشل العدوان واحد انسحبت القوات الانجليزيه والفرنسيه يوم 23 ديسمبر عام 1956 من ايوه بورسعيد، باعتبر عيد سنويا لبورسعيد او عيد النصر. اثنين، انسحبت القوات الاسرائيليه من قطاع غزه وسيناء في اوائل عام 57. ثلاثه، وضع قوات طوارئ دوليه على الحدود بين مصر واسرائيل. اربعه، ادركت الدول العربيه الخطر اليهودي والاسرائيلي في المنطقه، فقامت اول وحده عربيه بين مصر وسوريا عام 1958، لكنها لم تستمر طويلا، تم اسقاطها عام 1961. بعد كده نتكلم على العدوان الاسرائيلي يوم 5 يونيو 67. في 5 يونيو 67 اللي حصل كالاتي: بدات اسرائيل تضرب سوريا في هضبه الجولان، اعلنت مصر وقوفها بجانب سوريا طبقا لاتفاقيه الدفاع المشترك. فعملت ايه مصر؟ اول حاجه مصر عملتها، لازم ناخدها بالترتيب يا جماعه الكلام ده كله، اول حاجه مصر عملتها بعد الاعتداءات الاسرائيليه لسوريا، اول حاجه طلبت من قوات الطوارئ الدوليه الانسحاب من بعض النقاط، انسحبت قوات الطوارئ الدوليه. ثاني حاجه، قامت مصر اغلاق خليج العقبه بما تمثل ليه؟ احكاما للحصار الاقتصادي الذي فرضه العرب على اسرائيل. برغم المساحه الدوليه والكلام ده، حصلت الحرب 65 67 اتهزمنا فيها، اتهزمنا كجيوش عربيه اتهزمت ليه في 67؟ قال لي بسبب نقص التدريب، التفكك العربي، استخدام اسرائيل عنصر مفاجاه، تصوير اجهزه التجسس الامريكيه لاسرائيل مواقع الجيش المصري. النقطه بقى اهم، ما النتائج المترتبه على 5 يونيو 67؟ احتلت اسرائيل فلسطين كلها الى جانب واد خدوا، عد معايا، هضبت الجولان السوريه، الضفه الغربيه نهر الاردن، قطاع غزه، سيناء، الضفة الشرقية لقناة السويس، كل ده إسرائيل احتلت. لما إسرائيل احتلت كل الكلام ده، مصر جريت على مجلس الأمن، مجلس الأمن طلع قرار 242 في نوفمبر 67. القرار خمس نقط مهمين جدا يا جماعة: انسحاب إسرائيل من الأرض التي احتلتها، حرية الملاحة في المواقع الدولية، إنشاء مناطق منزعة السلاح. دي نقطة مهمة جدا اللي كانت موجودة في القرار مجلس الأمن 242. 242 القرار يا جماعه مهم جدا، حريه الملاحه في المواقع الدوليه، انشاء مواقع منظمات السلاح، انسحاب اسرائيل من الارض اللي احتلتها في سيناء اللي في 67، اقامه علاقات توديه بين الطرفين، كل الكلام ده. طبعا مصر وافقت على قرار مجلس الامن 242، اسرائيل امتنعت عن تنفيذه، وافقت عليه ولكنها امتنعت عن تنفيذه، ما نفذتش قرار مجلس الامن 242. جه الرئيس جمال عبد الناصر قال ايه؟ ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. وبدا في اعداد قوات المسلحه عن طريق الاختيار والتسليح والتدريب، وفعلا عن طريق مرحلتين، المرحله الاولى اسمها مرحله الصمود والتصدي. فعلا المرحله دي بتاعت الصمود والتصدي قدرنا في 1967 في تدمير المدمره الاسرائيليه ايلات عام 1967 في اكتوبر 67 باستخدام الصواريخ البحريه. دي اول معركه بحريه في التاريخ الحديث باستخدام صواريخ بحريه. تاني حاجه، قدرنا نخسر العدو، او قدرنا ننتصر على العدو في معركه اسمها معركه راس العش، عندما حاولت القوات الاسرائيليه احتلال مدينه بور فؤاد، قدرنا فعلا نوقفهم في راس العش وانتصرنا عليهم. المرحله الثانيه في بناء القوات المسلحه اسمها مرحله الاستنزاف والمواجهه. الاستنزاف معناه استنزاف طاقات العدو. اللي حصلنا ايه في الكلام ده؟ اول حاجه قمنا ببناء حائط الصواريخ على الضفه الغربيه لقناه السويس. ما النتائج المترتبه على بناء مصر حائط الصواريخ؟ ادى الى منع الطائرات الاسرائيليه الاجواء واختراق الاجواء المصريه. ثاني حاجه عملناها في حرب الاستنزاف، القصف المستمر على خط بارليف، مما ادى الى تدخل الولايات المتحده الامريكيه، وكان وزير خارجيتها اسمه روجرز قدم مبادره عرفت باسمه لوقف اطلاق النار تمهيدا لحل النزاع سلميا. وحرب الاستنزاف، حرب الاستنزاف يا جماعه استمرت عامين. حرب الاستنزاف استشهد فيها الفريق اول عبد المنعم بياض، بعدها توفى جمال عبد الناصر في سبتمبر 1970. بعدها دخلنا بقى في مرحله جديده مع الرئيس انور السادات، من 1970 بدا يفكر في قيام حرب لاسترداد الاراضي المحتله. قمنا بحرب هنا 73 لرفض اسرائيل نداء السلام، وطبعا رفض كرامه الجندي المصري والعربي. الاجراءات اللي عملها الرئيس محمد انور السادات، الاجراءات بتاعته كانت حاجتين على الجبهه الداخليه في مصر والجبهه العربيه. الجبهه العربيه قام بتصفيه الخلافات ما بين الدول العربيه والاستفاده من كل موارد القوه العربيه. الجبهه الداخليه
عمل ايه استعدادا لقيام حرب اكتوبر 73؟ اول حاجه عملها الرئيس انور السادات اصدار قانون، سوري، اصدار دستور اسمه الدستور الدائم 1971. 2، رفع الرقابه على الصحف والمطبوعات. 3، الغاء الحراسات. 4، القضاء على مراكز القوه. بدا يجهز الجيش. فعلا يوم 6 اكتوبر 1973 اشتركت القوات المصريه والسوريه في نفس الوقت الساعه 2 الظهر في قيام حرب على اسرائيل. الحرب عندنا كانت مهمه جدا بالنسبه لنا. بدات الحرب عندنا بسلاح الطيران، كان قائد ساعتها محمد حسني مبارك، كان قائد سلاح الطيران، ضرب ضربه قويه ناجحه. الضربه دي يا جماعه عملت ارتباك لسهول العدو. الضربه دي يا جماعه ادت الى ايه؟ عبور عدد كبير من المدرعات والدبابات وحدوث خسائر للقوات الاسرائيليه وعبرنا خط بارليف. كل ده بالنسبه الى الضربه الجويه الاولى، وسطر القوات المسلحه الانتصارات في البر والبحر والجو. وحاجه مهمه جدا، تم تدمير خط بارليف في 6 ساعات. ده يا جماعه بالنسبه الى الجبهه المصريه. الجبهه السوريه كان عندهم خط دفاع هناك اسمه خط الون. خط الون ده يا جماعه اللي كان موجود خط الدفاع الاسرائيلي ما بين مصر وبين سوريا على هضبه الجولان. القوات السوريه في نفس الوقت راحت ضربت خط الون وفعلا قدروا ينتصروا في الجبهه السوريه. طبعا هنا كان للدعم العربي دور مهم جدا لانتصارنا في حرب اكتوبر. الدول العربيه اجتمعت سياسيا، يعني كان لها دعم سياسي عن طريق اجتماع وزراء النفط العربي في الكويت. اجتمعوا فين؟ في الكويت. اجتمعوا في الكويت يا حبايبي وقرروا خفض انتاج البترول ومنع تصديره للدول التي تساعد اسرائيل. ثاني حاجه عملوها الدول العربيه في دعم مالي في 3 دول مهمين جدا ادونا لمصر وسوريا فلوس. مين هما الـ3 دول دول؟ امارات، السعوديه، جزائر. ادوا دعم مالي لمصر وسوريا. دعم عسكري، جابوا لنا جنود. دول كتيره جابت لنا جنود، عد معايا كده لو سمحت. عندك ليبيا، عندك تونس، عندك الجزائر، عندك المغرب، عندك السودان، عندك الاردن، عندك العراق، الكويت، السعوديه. دول بعتوا لك جنود. بعتوا لك ايه؟ جنود، دعم عسكري. طبعا نفس الكلام الولايات المتحده الامريكيه ادت دعم لاسرائيل. دعمتها طبعا مالي ودعمتها سياسي ودعمتها عسكري. الدعم بقى ده مهم بالنسبه لها، اللي هي في العسكري اجبرتها يعني خليتها تحدث ثغره اسمها ثغره الدفلس وور. دي موجوده نقط فاضيه كده ما فيهاش جنود مصريه، موجوده ما بين الجيش السني الميداني في اسماعيليه والجيش الثالث في السويس. طبعا خليت الجنود الاسرائيليه تخترقها وعملت ثغره اسمها ثغره الدفلس وور. ده بالنسبه حبايبي الى المساعدات الولايات المتحده الامريكيه لاسرائيل. ثاني حاجه سياسيا كمان دخلتها، خلتها تصدر يعني مجلس الامن يصدر قرار اسمه 338 بوقف اطلاق النار. الكلام ده كان يوم 22 اكتوبر، وقف الحرب بدايه من يوم 22 اكتوبر 73. طبعا نتائج الحرب انحاء حاله الى سلم والله حرب، اهميه توكيد العقيده القتاليه، القضاء على اسطوره التاريخ اللي هو جيش لازم لا يقهر. النقطة المهمة تانية أهمية سلاح النفط العربي، نقطة مهمة بتاعة إنجازات أو الدروس المستفادة أو نتائج حرب أكتوبر. كان في 3 شخصيات مهمة جدا في حرب أكتوبر بجانب حسني مبارك، خلي بالك اللي أعطى بداية الحرب السادات، قائد الطيران حسني مبارك. بالنسبة بقى كان مدير المخابرات ووزير الدفاع كان المشير أحمد إسماعيل. الراجل ده تولى التخطيط والتنسيق على الجبهتين المصرية والسورية. الراجل ده خد وسام اسمه وسام نجمة شمال سيناء، ده من اهم الاوسمه المهمه العسكريه. عندي واحد تاني اسمه سعد الدين الشاذلي، الراجل ده في الذكرى 39 من انتصارات حرب اكتوبر خد منح لقب قلاده النيل العظمى. الراجل ده اختاره الرئيس محمد انور السادات ليكون ساعتها ايوه رئيس اركان حرب القوات المسلحه اثناء من سنه 71 لحد نهايه الحرب. طبعا التالت عندي محمد عبد الغني الجمصي. محمد عبد الغني ده اللي هو كان رئيس هيئه عمليات القوات المسلحه، درس للهيئه انسب التفويضات للعبور القناه. محمد عبد الغني الجمصي بعد الحرب مباشره او في ديسمبر 73 اصبح رئيس اركان حرب القوات المسلحه. بعد كده الدرس اللي بعديه الرابع، مصر والنزاع او انهاء الصراع العربي الاسرائيلي. عام 1977 راح السادات الى اسرائيل، نادى كل الدول تدعوه الى حل هذه المشكله عن طريق السلام. بعد كده في سبتمبر 1978 دعا الرئيس الامريكي كارتر كل من
رئيس وزراء اسرائيل اسمه مناحم بيجن، ورئيس وزراء او رئيس جمهوريه مصر العربيه وهو محمد انور السادات، لعقد مؤتمر اسمه مؤتمر كامب ديفيد، توصلوا بعض للسلام في 1979، معاهده السلام بين مصر واسرائيل. النقط بتاعتها كلها زي النقط بتاعت قرار مجلس الامن 242. هنزود بس على نقطه، البدء في المفاوضات، عشان اقول لك لو قرار معاهده السلام ما فيهاش حاجه لفلسطين كلها مصر، لا، في حته لفلسطين اللي هي البدء في مفاوضات للبحث في حل المشكله الفلسطينيه واقامه وطن قومي واقامه حكومه ذاتيه للشعب الفلسطيني. معاهده السلام ترتب عليها ايه؟ ما النتائج مرتبه على معاهده السلام؟ لازم اكتب النصوص، بعد ما اكتب النصوص اقول له تم رفع العام المصري على سيناء يوم 25 ابريل 1982، طبعا ما عدا طابه. هنا يا جماعه حاجه تانية كمان حصلت، كان للمعاهده ردود افعال عربيه وخارجيه بل وداخليه عن طريق استشهاد او اغتيال الرئيس محمد انور السادات، تم اغتياله في ذكرى انتصار حرب اكتوبر يوم 6 اكتوبر عام 1981، وخلفوا بعد كده في الحكم النائب بتاعه اللي هو كان الرئيس اللي هو الرئيس محمد حسني مبارك، واللي رفع العلم المصري على سيناء حسني مبارك، واللي رفع العلم المصري على طابه هو حسني مبارك، خلي بالك من حاجه. بعد كده كان مش عايزين يدونا طابه، جرينا على هيئه او محكمه العدل الدوليه، دي مقرها في مدينه لاهاي في هولندا، جرينا عليها وعملنا ايه يا جماعه؟ وفعلا خدنا منهم طابه بالتحكيم الدولي، وطبعا القرار طلع علينا في سبتمبر 1988، وفعلا احنا استرجعنا طابه في مارس 1989 بقرار محكمه العدل الدوليه. بعدها بمنتهى البساطه عام 1990 مؤتمر مدريد للسلام، المؤتمر كان على اساس الارض مقابل السلام، شاركت مصر فيه. بعدها كان عندنا مؤتمر تاني اسمه مؤتمر اوسلو، المؤتمر ده نتائج مدريد يا جماعه، تم اتفاقيه سريه ما بين منظمه التحرير الفلسطينيه وما بين اسرائيل، عملوا اتفاقيه اسمها اتفاقيه اوسلو، مصر ايدت هذه الاتفاقيه. الاتفاقيه دي كانت سريه، كانت موجوده في واشنطن برعايه امريكيه. بعد كده السلام المهم جدا، طبعا السؤال ده مزايا السلام ده مهم جدا لحضرتك، اللي هو بيدفع حركه التنميه وتشجيع رؤوس الاموال، انت حافظ الكلام ده كله. بعد كده ننتقل الى ثوره 25 يناير، طبعا قامت الثوره كان فيها اسباب اقتصاديه، سياسه الانفتاح الاقتصادي، سياسه الخصخصه، كان في اسباب كمان بالنسبه بعد ما كانت عندنا اسباب اقتصاديه عندنا اسباب سياسيه، تزوير انتخابات مجلس الشعب، حصول الحزب الوطني على 97% من جمله الاصوات، عندنا اسباب صحيه، عندنا اسباب اجتماعيه، زياده الفوارق بين الطبقات. عندنا الثوره قامت يوم 25 يناير، استمرت 18 يوم، استمرت 18 يوم، في يوم 11 فبراير تخلى الرئيس حسني مبارك عن منصبه. الاول النظام السابق حاول يمتص غضب الثوار، فعمل اول حاجه عملها عين نائب للرئيس، اول حاجه عملها عين نائب لايه؟ للرئيس اقر الوزاره، بس برضه فضلنا على قرارتنا. الثوره قامت، الموضوع انتهى، طبعا هنا حصل انفلات امني، تم تكوين لجان شعبيه معروفه لحمايه الشوارع والمنشات والطرق، تم نزول القوات المسلحه لحمايه المنشات العامه والخاصه. بعد كده عندنا كمان حاجه ثانيه، بعد ما الثوره حصلت والكلام ده، وجينا بعد كده عملنا ثوره، تم توليه الرئيس محمد مرسي في 30 يونيو 2012. بعدها استمرنا سنه عام 2013، قمنا بثوره ثانيه اسمها ثوره 30 يونيو 2013، عشان السياسات الجديده لم تقوم بحل المشكله اللي كان جاي منها الرئيس محمد مرسي، ما قدرش يحل هذه المشكلات الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه. محمد مرسي يا جماعه كان مرشح حزب اسمه الحريه والعداله. جينا في 30 يونيو قمنا بالثوره 2013، نتائجها تم عزل الرئيس محمد مرسي وتسليم السلطه الى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمه الدستوريه، تم تعديل دستور 2012 واصدار دستور 2014 في عهد الرئيس عدلي منصور. اجراءات انتخابات عامه مبكره فاز فيها المرشح عبد الفتاح السيسي لتبدا مصر مرحله جديده من مرحله الازدهار والتقدم في البلاد. طبعا يا حبايبي الوحده الرابعه درسين تاريخ كلهم حفظ، يعني ما فيش احداث تاريخيه كلهم حفظ. اول درس بيتكلم عن الحياه النيابيه، كلمه حياه نيابيه ان يقوم الشعب باختيار ممثلين اداره شؤون الحكم مراقبه اعمال الحكومه سن القوانين نيابه عنه.
الحياه النيابيه ظهرت عندنا في مصر. بالنسبه لنا تعالى نشوف اول نظام الحكم في مصر عندنا، عندنا رئيس الدوله اللي هو رئيس السلطه التنفيذيه، عندنا سلطه تشريعيه اللي هو مجلس النواب مدته 5 سنين، عندنا سلطه تنفيذيه اللي هي الحكومه والاداره العامه، الحكومه لا الحكومه رئيس الحكومه والحكومه يعني، والاداره العامه اللي هم المحافظين. عندنا بعد كده كمان دي حاجه مهمه بالنسبه لنا، وهي السلطه القضائيه اللي هي المحاكم بمختلف انواعها. تعالى نتكلم على الحياه النيابيه والحياه عندنا النيابيه اللي كانت موجوده عندنا في مصر، بس عايزين نتكلم فيها امتى بقى مستر؟ عايزين نتكلم فيها بالترتيب. يعني ايه بالترتيب؟ يعني كان الاول قبل الاحتلال البريطاني، اثناء الاحتلال البريطاني بعد ثوره 52. قبل الاحتلال البريطاني كان عندك مهم جدا بالنسبه لك، وهو مين؟ في قبل الاحتلال البريطاني كان عندك من الشخصيات الهامه جدا كان وجود محمد علي. محمد علي يا شباب بمنتهى البساطه ده من الشخصيات المهمه جدا، محمد علي اللي هو فيها من خلاله بدا اللي هو يعمل مجالس استشاريه لا سلطه لها عشان ياسس على الحكم المطلق بالنسبه له، عشان ياسس الحكم المطلق ايه بالنسبه له. جه محمد علي يا جماعه بمنتهى البساطه عملت ايه؟ عمل مجلس في مجلس المشوره، وعمل حاجه اسمه الديوان العالي. جه بعد كده الخديوي اسماعيل عمل مجلس شورى النواب عام 1366. بعدها اتكلم في حاجه ثانيه مهمه، وهي فتره الاحتلال البريطاني. انت عارف فتره الاحتلال البريطاني لما جه، الاحتلال البريطاني لغى مجلس النواب، عملت ثاني احتلال بريطاني. قال لي بمنتهى البساطه الاحتلال البريطاني المرحله الاولى بتاعته من 1880 للحرب العالميه الاولى 1914، الراجل ده عمل ايه؟ انشا عديد من المجالس استشاريه لا سلطه لها، زي مجلس الشورى قوانين، الجمعيه العموميه عام 1913، وعندك الجمعيه التشريعيه، سوري الجمعيه التشريعيه 1913. هو انشا حاجتين، قال لك انشا مجلس الشورى قوانين والجمعيه العموميه دي عام 1880، والجمعيه التشريعيه 1913. المرحله الثانيه اللي تمت من 23 لحد سنه 52، تم فيها بقى طبعا اصدار دستور 23. الدستور ده يتضمن حريه تكوين الاحزاب السياسيه، انشاء برلمان يمثل السلطه التشريعيه، يتكون من مجلسين هو مجلس النواب ومجلس الشيوخ. الفتره اللي بعد حرب 52 كانت مصر طبعا بالغاء دستور 23 وحل الاحزاب السياسيه، وصدرت اول دستور بعد الثوره هو دستور 56. الدستور ده يا جماعه اللي قالنا نص على ان السلطه التشريعيه تكون في يد مجلس منتخب هو مجلس الامه، مجلس الامه. وتشكلت ثم تشكل في يوليو 1957، وبعدها صدر دستور 1971. الدستور ده اللي هو الدستور الدائري يا جماعه لانشاء انور السادات، ده مؤكد على سياده القانون، استقرار القضاء، اقرار مبادئ التعدديه الحزبيه. بعدها نتكلم في حته ثانيه مهمه جدا بقى، دور المراه. دور المرأة عندنا يا جماعة، المرأة عندنا في المجتمع المصري عامة، دور المرأة عندنا كان المرأة قبل ثورة 19 بدأت بفعالية طبعا المرأة في عهد الخديوي إسماعيل، اللي هو استجاب لدعوة الخديوي إسماعيل، استجاب لدعوة رفاع رفع الطهطاوي اللي هو أنشأ أول مدرسة لتعليم البنات اسمها المدرسة السنية بحي السيدة زينب حاليا عام 1873. ساهمت المرأة في تأسيس صحافة نسائية وتبنى الافكار القضائيه النسائيه عندها والدفاع عن حقوق المراه. الكلام ده ظهرت اول مجله نسائيه في فبراير 1907 اسمها الريحانه، وفي مارس 1908 اتحولت هذه المجله الى جريده، الى ايه؟ جريده. بعد كده دور المراه بعد ثوره 19، طبعا شاركت المراه الرجال في ثوره 19، وطبعا ابرزهم كانت صفيه زغلول وهدى شعراوي. كمان تشكلت لجنه الوفد المركزيه السيدات عام 1920، وانتخبت هدى شعراوي هي الرئيسة لها. كمان حاجه مهمه، التحقت الجامعه المصريه عام 1928 اللي هي جامعه القاهره. الفتره بقى بعد ثوره 52 تبدا بقى فتره كل حكم كل واحد، من 52 ل 71 اللي هي طبعا هي من 54 ل 71 فتره حكم الرئيس جمال عبد الناصر. تولى طبعا يعني بقى المراه حق الترشح في الانتخابات، فتولت مناصب اداريه، مناصب سياسيه، مناصب وزاريه. تلقت المرأة أو تولت المرأة حكمة أبو زيد أول وزير الشؤون الاجتماعية عام 1962. كمان في فترة بقى 71 81 اللي هي فترة أنور السادات، تولت السيدة اسمها عائشة راتب وزيرة برضه للشؤون الاجتماعية سنة 71. وشاركت المرأة في الحياة النيابية، شاركت الدكتورة آمال عثمان منصب رئيس اللجنة التشريعية لمجلس الشعب. طبعا الفترة بقى بتاعت حسني مبارك من 81 ايه بقى؟ ادراك الدوله لمكانه المراه، وتم العمل على تدعيم هذه المكانه على كافه المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، طبعا انشاء حاجه اسمه المجلس القومي للمراه،
وترقبت المرأة العديد من الوظائف والمناصب المختلفة. طبعا عندنا حاجة اسمها منظمات المجتمع المدني، تعريفها مهم جدا يا جماعة. تعريف منظمات المجتمع المدني اللي هو عبارة عن تضم جمعيات المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية والجمعيات الخيرية. طبعا كان أدوار إيه أو وظائف المجتمع المدني؟ تثقيف المواطنين وتوعيتهم بالحقوق الأساسية كالتصويت في الانتخابات، ترسيخ علاقة المواطن بالدولة، توفير مناخ يحقق الوحدة الوطنية، تدعيم السياسة العامة للدولة وموقفها من القضايا الدولية مثل خطر استخدام الألغام الأرضية، محاولة الإرهاب، محاربة الإرهاب، وحماية البيئة. آخر حتة بقى المنظمات الإقليمية والدولية. الحتة دي يا جماعة عايزة حفظ كتير جدا جدا جدا. المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية. منظمات إقليمية دي منظمة بتضم عدد من الدول يربطها رابط معينة. أما الدولية عدد من الدول لازم تكون مستقلة ولم يربطها رابط معين. الإقليمية زي عندك جامعة دول عربية، عندك اتحاد أفريقي، عندك منظمة القمة الإسلامية. بالنسبة للدولية هم اتنين، هيئة الأمم المتحدة وعدم الحياز اللي هي الحياد الإيجابي. ده صح وده صح، دول اتنين هم الدولية ودول اتنين اللي هم الإقليمية. طبعا تبنت دولة إيه اللي هي إنشاء جامعة دول عربية؟ طبعا مصر. طبعا مصر. طبعا مصر دعت كل من سوريا ولبنان. سوريا ولبنان، دعت مصر كل من رئيس وزراء سوريا والكتله الوطنيه اللبنانيه للتباحث والنصح حول فكره اقامه حاجه ايه؟ لها علاقه بجامعه دول عربيه. فعلا تم توقيع 7 دول الاول عليها، ال7 دول دول كانوا مصر، سوريا، لبنان، الاردن، العراق، السعوديه، اليمن. دول ال7 دول اللي تم توقيعهم على الجامعه الدول العربيه في الاول. بعدها بقت دلوقتي 7، بقى دلوقتي بقت 22، الاول كانت 7 بقت دلوقتي 22. ليه انشاوا جامعه دول عربيه؟ الكلام بقى انش بقى التنسيق، العلاقات بين الدول الاعضاء، تنسيق الخطط السياسيه والاجتماعيه، تعاون تحقيق التعاون العربي، صيانه وحمايه حقوق الدول العربيه، تعزيز العمل العربي المشترك كده. ايه بقى الهيكل التنظيمي داخل الجامعه الدول العربيه؟ اول حاجه مجلس الجامعه، كل دوله لها صوت، كل دوله لها ايه صوت، وده بيعلى بيعدي اعلى هي او اعلى جهه تبع التنظيمات، حاجه اسمه مجلس الايه؟ الجامعه. عندك اللجان الدائمه دي كانت عباره عن لجان، بقى كده بقت منظمات 12 لجنه. عندك الامانه العامه، هنا بقى مجموعه هي عباره عن امين عام ومساعدين. بيعين الامين العام بموافقه الجامعه، مجلس الجامعه باغلبيه الثلثين، بالثلثين لمده 5 سنين. الامين العام بيعين بموافقه الجامعه اعضاء الجامعه بالثلثين ولمده 5 سنوات. الاتحاد الافريقي بقى تاني حاجه، مصر شاركت في جلسه الاتحاد الافريقي، مصر راست بقى فيها رئيس الاتحاد الافريقي 3 مرات، اخر مره عام 2019 في عهد الرئيس السيسي، هو اللي هو بالنسبه له راس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد الافريقي. طبعا مصر طبعا لها دور مهم جدا في الاتحاد الافريقي. النصوص اللي قالها الرئيس السيسي في وجوده في افتتاح اللجنه والبرلمان بتاع الاتحاد الافريقي ده، اللي هو الاحتفال بيوم افريقيا، كانت نقط مهمين جدا، مهمين جدا جدا جدا، سعي دول القاره وتنميتها ومشاركه المراه، النقط دول مهمه جدا يا جماعه. بعد كده منظمه المؤتمر الاسلامي، كان من المؤتمرات اللي عملت فيه مؤتمر القمه الاسلامي كان في الرباط في المغرب عام 1869. خش على المنظمات الامم المتحده، لان المنظمات الدوليه، المنظمات الدوليه بمنتهى البساطه الامم المتحده طبعا مقرها نيويورك، تأسست في أواخر عام 1945. الأمم المتحدة إيه الحاجات اللي ممكن يعني إيه ليه تم إنشائها؟ المحافظة على السلام والأمن الدولي، تنمية العلاقات الودية والتعاون بين الدول لحل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تعزيز احترام حقوق الإنسان. عندك النقط اللي هي المهمة بالنسبة لك. الأجهزة بتاعتها 6 أجهزة. أول حاجة الجمعية العامة، طبعا زي مجلس الجامعة كده. مجلس الأمن ده أهم أجهزة الأمم المتحدة، مسؤول عن حفظ الأمن والنظام الدولي وله سلطة قانونية على كل الأعضاء. مجلس الوصاية تم إنشاؤه لرعاية مصالح الشعوب والبلدان التي كانت مستعمرات والأخذ بيدها نحو الحكم الذاتي والاستقلال. رابع حاجة محكمة العدل الدولية، محكمة العدل الدولية ده الجهاز القضائي للأمم المتحدة، مقرها مدينة اسمها لاهاي في هولندا.
تنظر في القضايا اللي الدول بتضعها قدامها وبتقدم استشارات قانونيه. بعد كده عندك الامانه العامه، يراسها الامين العام ويتم تعيينه عن طريق الجمعيه العامه بناء على توصيه من مجلس الامن ومدته 5 سنوات ومقرها نيويورك. الامانه العامه مقرها نيويورك. بعد كده عندك المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ده بقى اللي هو اليونسكو واليونيسيف والفاو والهاو والكلام ده كله يا شباب. نبدا بقى كده بقى عندك منظمه الامم المتحده للتعليم والثقافه والعلوم اللي هي اليونسكو. ديت يا حبايبي اليونسكو ديت مهمه جدا بالنسبه لي، هي ومصر ساهمت مصر في انقاذ معبد ابو سمبل من الغرق عام 1964 واحياء مكتبه الاسكندريه، ودي تم تاسيسها عام 1945 منظمه اليونسكو. عندي حاجه ثانيه، منظمه الصحه العالميه موجوده مقرها في جنيف بسويسرا، تم انشائها عام 1948. طبعا دي ايه اهميتها؟ منظمه الصحه العالميه هي مكتوب عليها الهاو اللي هي دبليو اتش او، منظمه الصحه العالميه. طبعا ديت نشر الوعي من اجل حمايه مياه الشرب من التلوث وعن دورات تدريبيه لتطوير الخدمات الصحيه. عندك بعد كده منظمه الاغذيه والزراعه اللي هي الفاو اف اي او، منظمه متخصصه في المجال الزراعي للقضاء على الجوع مساعده البلدان، دي طبعا مقرها روما ايطاليا، الاغذيه روما ايطاليا. بعد كده منظمه الامم المتحده للطفوله اللي هي اليونيسيف للطفوله، طبعا دي تختص بقى بمجال الطفوله لتعزيز وحمايه حقوق الاطفال ورفاهيتهم، تم انشاها عام 1959. اخر حاجه عندنا حركه عدم الانحياز، طبعا تجلى دور مصر فيها عام 1955 في مؤتمر باندونج باندونيسيا، مؤتمر باندونج باندونيسيا. بدات الاول يا جماعه عندنا بالاشتراك من الهند ووزدافيا سابقا واندونيسيا، وطبعا كان بدايه في الاول 25 دوله، حاليا بقت موجود منها 118 دوله في قارات ايه بقى؟ افريقيا، اسيا، اوروبا، امريكا اللاتينيه، لا امريكا الجنوبيه. افريقيا، اسيا، اوروبا، امريكا اللاتينيه، امريكا الجنوبيه. يعني ايه الدول اللي مش موجوده في الحركه عدم الانحياز؟ طبعا امريكا الشماليه من الدول، وبرده اكتر استراليا من ايه القارات اللي مش موجوده في عدم الانحياز؟ عندك استراليا وجزء من امريكا الشماليه، بس اكتر واضحه لاكتر استراليا. ده يا جماعه بالنسبه كده خلصنا الحمد لله المنهج سريعا، هو طبعا اخر درسين في التاريخ، كلام حفظ اكتر عن طريق من فهم. طولت عليكم معلش، كده احنا انجزنا، نشكر ربنا انجزنا التاريخ كله، ربنا معاكم ويوفقكم، يا رب ان شاء الله بكره الامتحان يكون كويس، اشوفكم على خير، سلام يا حبايبي.